بعد إقرار المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا الإبقاء على امتحان شهادة التعليم المتوسط، جمعية أولياء التلاميذ تتحرك وتقرر مراسلة رئاسة الجمهورية لمطالبتها بإعادة النظر في هذا الإجراء والذي أثر بشكل كبير على نفسية التلاميذ والأولياء على حد سواء. نحن نتحفظ على نقطة الإبقاء على شهادة التعليم المتوسط، يعني التي نراها غير صائبة، وعليه نحن اليوم في إطار التشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين من أجل إيجاد الصيغة الملائمة للتقرير الذي سنرسله إلى رئاسة الجمهورية، يعني المسؤولين المحترمين المعنيين. نحن اليوم نعيش وضع حساس واستثنائي على المستوى الوطني والعالمي، فكل الأسر اليوم الجزائرية تعيش الضغط وتوتر نفسي، فما بالكم التلاميذ الذين يعني اليوم رانا نشوفوا انقطعوا مدة طويلة عن الدراسة بدون أي تأطير لا بيداغوجي ولا نفساني. نقابات التربية وعلى غرار نقابة الكنابست من جهتها دعمت خطوة جمعية أولياء التلاميذ على اعتبار أن مطالب الأخيرة تتوافق ومقترحات كل الأسرة التربوية. هذا القرار يتوافق ومقترحاتنا، ونحن داعمين لهم كأولياء التلاميذ الذين يسعون إلى حماية أبنائهم وحماية أبنائهم صحيا ونفسيا. هذا المقترح كان مبني على دراسة ميدانية، أولا تتعلق بالحالة الصحية والنفسية لأبنائنا التلاميذ، ثانيا الظروف التي نعيشها اليوم والتي تقتضي أننا نتخذ قرارات استثنائية لحماية نفسية أبنائنا التلاميذ وبالتالي حماية صحتهم، وثالثا هو التفرغ لتحضير أبنائنا للسنة الدراسية المقبلة التي ستكون غير طبيعية وتحتاج إلى تحضير جيد لأبنائنا التلاميذ. على الرغم من الجدل الذي أثاره قرار الإبقاء على امتحان شهادة التعليم المتوسط، غير أنه في المقابل قد يمنح فرصة ثانية للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل الانتقال إلى الطور الثانوي خلال الفصلين الأول والثاني.